ثمانية حيوانات عملاقة لن تصدق أنهم موجودون. حلزون أفريقيا العملاق، قد لا تصدق ذلك، ولكن هذا الكائن حقيقي ومنتشر في الجزء الشرقي من أفريقيا. أحياناً ما يصل طوله إلى 8 إنش، ويتغذى هذا الكائن على نبات منتشر في المنطقة التي يعيش فيها. تضع أنثى هذا الكائن 200 بيضة 6 مرات سنوياً، بمعدل 90% نسبة بقائها على قيد الحياة، وبالتالي إذا لم يتم التحكم في الأمر فقد يؤدي ذلك إلى غزو الحلزون العملاق. يعيش هذا الكائن من 5 إلى 6 أعوام، ولكن عثر على حلزون من هذا النوع يبلغ من العمر 10 سنوات، وطواط ثوربلادور في بسماك. هذا الوطواط هو نوع من الأنواع الغريبة لمصاصي الدماء، حيث أنه يمتلك جناحين طويلين، في الحقيقة هما طويلين للغاية، حتى إنه أحياناً ما يبدو ملتفاً بهما. غالباً ما يبلغ طول جناحيه حوالي 5 أقدام، يعد أكثر فصائل مصاصي الدماء انتشاراً في العالم. يمتلك هذا الوطواط وجهاً مشابهاً للثعلب، وفمه كبير يشبه فم الكلب. تمساح المياه المالحة، هل ترغب في أن تتعرف على أكبر زاحف على قيد الحياة؟ إن الإجابة بسيطة للغاية، حيث إن تمساح المياه المالحة هو الذي يحمل هذا اللقب، حيث بلغ وزن أحد التماسيح من هذا النوع حوالي 2 طن. تمساح المياه المالحة هو أكبر وأثقل الزواحف الحية، وهو أكثر الحيوانات المفترسة على مستوى العالم. ضفدع جوليات الأفريقي، هذا الضفدع كبير الحجم، ويقال أن طوله يصل إلى 33 سنتيمتر، ولكن إذا قام بمد أطرافه فيبلغ طوله 90 سنتيمتر، لأنه بأطرافه المذهلة قادر على أن يخطو بخطوات طويلة تبلغ 3 أمتار، كما أنه سباح ماهر. يتمتع بحاسة سمع قوية، ولكنه لا يستطيع أن يصدر أي أصوات. لا يمكن العثور على هذا الضفدع إلا في أماكن بعيدة في الطبيعة تتضمن الكاميرون وغينيا الاستوائية. سرطان جوز الهند، المعروف أيضا بالسرطان السارق أو سرطان جانجو، تسترعي انتباهه الأشياء البراقة، وتم اكتشافه أكثر من مرة وهو يسرق أغراضا من المنازل القريبة من حيث يعيش. أما عن الخاصية المميزة له فهو فتح جوز الهند والتغذي عليه. بفضل مناقيطه القوية فهو قادر على اختراق القشرة الصلبة لجوز الهند، بالإضافة إلى قدرته على سحب أغراض يصل وزنها إلى 30 كيلوغرام. يعيش هذا السرطان على جزيرة نافيداد في المحيط الهندي. أرنب لانغورا العملاق، هو حيوان كبير الحجم في عالم الأرانب. يعتقد أن أصله يرجع إلى تركيا ثم انتقل إلى فرنسا، من حيث انتشر في باقي أنحاء العالم. يبلغ وزنه 4 كيلوغرام، ويتمتع بشعر ثقيل وملفت للانتباه، يجب تنظيفه يوميا ولا يمكن قصه لأنه لا ينمو مرة أخرى. أذنيه طويلتين ولينتين. يعد هذا الحيوان من أكثر الحيوانات المطيعة في هذه الفصيلة، لذا يوصى بتربيته كحيوان أليف للأطفال. السلحفاة الديناصور، أصيب سكان القرية الروسية أمبوسنو بالذهول بعد اكتشاف سلحفاة على شكل ديناصور، وذلك على ضفاف أحد الأنهار. هي سلحفاة تمساح لها رأس ديناصور ومخالب قوية للغاية مثل ذيلها، بالإضافة إلى صدفة مليئة بالبروز الحادة وفك كبير. لا يمكن إيجاد هذه السلحفاة في أوروبا أو آسيا، لأن أصلها يرجع إلى أمريكا الشمالية. الاسبيدج العملاق في نيوزيلندا، تم اصطياد هذا الاسبيدج العملاق بشكل مذهل على شاطئ الساحل الغربي شمال نيوزيلندا. يكفي أن ننظر إلى حجمه مقارنة بالأشخاص الموجودين حوله. لقد كان على وشك الموت عندما وصل إلى السطح، وكان العمل الجاد لطاقم السفينة ضرورياً من أجل اصطياده في حالة جيدة. تم تجميده في السفينة ونقله إلى نيوزيلندا، وذلك من إجراء الدراسات العلمية عليه. هذا هو كل شيء لليوم يا أصدقائي. قم بالضغط على زر أعجبني إذا أعجبك هذا الفيديو،
واشترك معنا في القناة إن لم تشترك بعد. نلقاكم بفيديو جديد من قناة متع ذهنك. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.